جينا من هناك وصلينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال الشباب؟ شو الأخبار؟ أنا عبد الله جميل أبو مجك، وش عندنا اليوم؟ مقطعنا يا جماعة الخير لهذا اليوم راح يكون مقطع غريب ومميز بنفس الوقت، أوكي؟ مقطعنا اليوم راح يكون مواهب المشتركين، على حسابي في سناب شات طلبت من المتابعين اللي عندي يعني اللي عندهم مواهب بالتحديد يعني موهبة اليوم أو مقطع اليوم يعني هو موهبة الغناء، أوكي؟ طلبت من المتابعين عندي يعني اللي عندهم موهبة الغناء وأصواتهم حلوة أنهم يعني يرسلون لي مقاطعهم وهم يغنون، أوكي؟ وأنا هنا حالياً على حسابي في سناب شات للأمانة جاتني كمية رسائل مرة كثيرة يا جماعة، راح أبدأ الحين نفتحها واحد ورا الثاني ونشوف يعني مين احسن صوت. اوكي بنسوي برنامج ذا فويس اليوم، طبعا راح اختار 5 اشخاص راح اعطي كل واحد فيهم 100 ريال تقريبا، المجموع راح يصير 500 ريال، فهذا هو تحدي هذا اليوم يا جماعه. اتمنى من الجميع انه هذا المقطع يعني ينال على اعجابكم، في حال هذا المقطع عجبكم يا جماعه لا تنسون تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناه اذا ما كنتم مشتركين. ازبده ما نطول كثير في المقدمات، خلينا ندخل في المقطع. ليتس جو. اورايت اورايت اورايت، من وين نبدا يا جماعه؟ اعتقد اني ببدا يعني من اول شيء. اوكي انا نزلت السنابات قبل تقريبا 10 ساعات، اوكي اعتقد ان انا هنا 10 ساعات 11 ساعه اعتقد ان هنا لازم ابدا خلاص. انت ملك من قبل لا، انت ملك لا 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 لا، بدايه سيئه والله، بدايه سيئه مره. اكتر من اللي انا بحلم بيه مش قادر اخبى، انا تاني علي ده انا من اول ما قابل. يعطيك العافية اخوي على المشاركة، بس المرة الجاية اتمنى لو تصور وجهك. شيء ثاني، اختار اغنية احسن، انك تغني لاصالة ترى مسؤولية كبيرة جدا، اوكي؟ طبعا ما اذكر لكم ان انا يعني مرة احب اصالة، اوكي؟ طشرنا الوكد الله، طشرنا الوكد وما كنا ملمومين الله، يا حلي حسدنا يا حلي حسدنا وصارنا بعيد. لا خبص الاخير يا عيال، بس يلا ما عليه. شوف صوتك حلو يا اخوي، بس يبغالك يعني شويه ممارسه كذا تتعلم عن مقامات الصوت. انا ايش فيني سويت فيها؟ المهم يا الاخر بليز صور شيء، ترى عادي انه وجهك يطلع، اوكي؟ اعتقد كثير يا شباب من اللي بيشاركون يعني واللي يرسلون لي مقاطعهم اعتقد يعني راح يصوروا لي شاشه سوداء. ها شوف برضه شاشه سوداء، برضه شاشه سوداء. اسمعوا اسمعوا، اي شاشه سوداء راح نسوي لها سكيب، اوكي؟ شاني الله كلنا نيوزان. يعطيك العافية اخوي على المشاركة، مشكور حبيبي. يبيها كم ظلام، حتى شوف نفس التيشيرت نفس الوجه حبة خالة التأكيد هنا موجود. والله ما فهمت يا اخوي، بس واضح ان صوتك حلو، اتمنى انك ما تحرمنا مشاركاتك المرة الجاية. جلطة جاتني غلطة، لا لا بعد الجوال والله ما اسمع، اقسم بالله لو يكون صوتك اصالة اصالة لو تيجي انت اصالة وتصور لي زي كذا والله العظيم ما اسمع لك يا اخوي. وخر الجوال على وجهك يا اخوي، مسافة والله ما تخسرها. حط فلتر اذا انا خايف انك يعني ما تطلع حلو، حط فلتر يا اخي، فلتر الورد. ايش فيه فلتر الورد؟ تعبان كل عمر وسنيني محتار. يعطيك العافية يا اخوي. القلب لسه هوا كم قلت بكى. حرام والله حرام انقطع يا عيال، والله البنت هذه صوتها جميل، بكتب لها صوتك حلو. اخصمك اسيبك لا، وقوة الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهواه. فيصل اقسم بالله لو قابلك بقتلك، حرفت. الله يسامحني لما عديت نفسه طيبة قلبي ذاتي. الله يسعدك الله يسعد يا عيال. مغني لي اغنية عراقية حطها في البطيء، قال لك عراقي بطيء. طيب حط الالوان ابيض اسود، حط تصميم كذا شعار سناب خليه ينط من اليسار اليمين كذا يطلع عراقي حزين بطيء. وتحية بالمناسبة من هذا المنبر لكافة جمهور متابعيني في العراق، الله يعطيكم الف عافية يا احلى جمهور. من جد من جد يا جماعة الناس اللي تابعوني في العراق يعني احبكم انا واقدر لكم دعمكم، الله يعطيكم الف عافية، ربي يسعدكم جميعا. بالمناسبة يعني الاغاني العراقية تعتبر من افضل الاغاني يعني العربية، وانا انسان مرة احب اسمع اغاني عراقية بالمناسبة. فتحية للعراق، بلد المواهب والفن واجمل الاشياء في هذه الدنيا. جينا من هناك وصلنا. شوف يا اخوي لانك ضحكتني ابعتبرك الفائز الاول، اوكي؟ بغض النظر عن صوتك حلو ولا مو حلو، لكنك ضحكتني. الفائز الاول الف مبروك حبيبي، ربحت معانا 100 ريال. يا ليالي يا ليالي
ليالي. ايش فيكم على اغنية يا ليالي؟ غنوا لي شيء احسن من يا ليالي يا عيال. لا ما في ما في. انا حكم ذا فويس نجوى كرم بقلكن ما تغنوا لي يا ليالي، بدنا اشي احسن من هيك، بدنا اشي روعة، بدنا اشي فيه له فن، إلو فن، معلش إلو فن. اوكي شباب ما يصير شباب، خلاص كنسلوا اغنية يا ليالي، جيبوا شيء احسن بليز يعني. ما في صوت يعيش شيء، كنت ساكت ونامت عيوني. لا 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 لا، البز الاحمر البز الاحمر، بدنا نعطيه البز الاحمر. يا ماي العين اشوفك وين. يا عيال الانسان هذا بعتبر الفائز الثاني، تعرفون ليش؟ بس لانه يعني نفسيته مره حلوه، قدام مكتب الرياضيات عليه اختبار بكره الظاهر، ومع ذلك قاعد يغني بكل احساس وبكل رقي. الف مبروك الفائز الثاني حبيبي. هو خاسرني كان يهمني، بس يا سوي جبرني فرقة وانا بقى جود. صوتك حلو يا خوي، صوتك جميل لكن ابغى لك تعديل على الاداء وكذا. اوكي اني ذاني راح ونساني ذاك اللناني. الاغنية خلاص يا عيال، استهلكتم ام الاغنية ذي. كمان يا اخوي ايش هذا الصوت يا اخوي؟ ترى يجوز تجيب خويك يعني، تخلي خويك اللي صوته احسن منك يغني بدالك يعني، عادي ترى ما راح اعرف فرق بينكم. ثاني برضه نساني راح ونساني، ماني سامع يا شيخ. لو يصير شو اسمه فيصل عتيبي، لو انت بنفسك تصير فيصل عتيبي تجي تغني الاغنيه ماني سامع يا اخوي، غيروا الاغنيه يا عيال. ثاني برضه راح ونساني، بس انا مره قدامك كوكا كولا، انا ودي اعرف ايش الاحساس اللي بيجيك اذا قدامك كوكا كولا. لا لا لا، حركات النصب حركات النصب ما عندي. ها مشغل الاغنيه ومحرك شفايفك يعني على صوت المغني، قال لك ما بقفضك. لا حبيبي معليش وقف، انا يسموني ترى المحقق تجموري. اوكي كذاب كذاب كبير، واضح انك يعني الفلتر فضحك. الفلتر فضحك. اللي ما نخجل نقوله ما بقى إلا اللي ما بين السطور. يا سلام ما بين السطور، ألف مرة قلت لك بعيوني لا من قلت بس ريعي منعني، ترى ودي أقضي عمري يا عمري معك. الله. ألف مرة قلت لك يا سلام، أنت الفائز يا أخوي خلاص. شكرا لحسن استماعكم يا شيخ، شكرا لأنك أرسلت هذه المشاركة الجميلة. الفائز الثالث هنا يا عيال. خذني ليه غطيت وجهك؟ ليه غطيت وجهك؟ رجع. انت حل شخصيتك، وقف امام مرايتي وضمني وحبني، احكي لي وش سوى زمان. الله. وش حيلتي لا صرت لي في الدنيا هذه راحتي، مع اني ما كنت اعتقد هالحب يلقى بي مكان. يا سلام. لا رهيب رهيب يا عيال. بس اسمع انا اعطيك نصيحه حلوه يا اخوي، صوتك جميل وكل شيء، بس اربط الحزام وانت تسوق. الله يرحم امك ترى الطنين هذا ازعجني يمين بالله. الله يسعدك حبيبي، مشكور على المشاركه. ولحين ناس يردونا ما هم بعن حال لتعشق داريني صاحب اللي يليك القوي بو. ولا غني لراب يا ناس جيبوا حبيبي، يا ناس جيبوا لي مكراب مكراب مكراب، يا ناس جيبوا لي مكراب. لا لا لا، مشاركة سيئة يا اخوي معليش، مشاركة ضمنية يعني تحتوي على اشياء ما نقدر نفصح عنها يا شباب. حبيبي واطلب اغلى يا جماعة الخير، اسمعوا 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 اسمعوا، هذه نصيحة حلوة. المرة الجاية إذا جيتم تشاركون يعني أتمنى أنكم تشاركون يعني إذا كانت أصواتكم حلوة، هذا رقم واحد. معليش بس برنامج ذا فويس قرر إنه يقفل لحد ما يجي يعني ما تجي أصوات حلوة، أوكي؟ هذا واحد. اثنين، يرحم لي أمكم لا تصورون شاشة سوداء، يعني كثير من الأصوات قاعدة تنظلم بس بسبب إنها يعني تصور شاشة سوداء، ما هي قاعدة تصور شيء. طلعوا وجيهكم ترى عادي، ما تدري يعني أنت يمكن تصير يعني مستقبل يعني مغني عظيم، أوكي؟ طلع وجهك ترى ما فيها شيء لو طلعت وجهك، أوكي حبيبي؟ الزبدة يا جماعة الخير، أنا مضطر إني أنهي هذا المقطع هنا. أتمنى من
كل قلبي يكون هذا المقطع نال اعجابكم، يعني ممكن تكونوا يعني انبسطتم فيه وضحكتم شويتين. في حال عجبكم هذا المقطع يا شباب لا تنسون يعني تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناه اذا ما كنتم مشتركين. انا عبد الله جميل، خلينا نشوفكم باذن الله في المقطع الجاي على خير. السلام عليكم.